جبل الإيدوغ ليس غابة عادية فقط، في كل زاوية منه تحكي قصة ولنا فيها ذكرى مع الأصحاب، سواء بالدراجة الجبلية أو التنزه والمشي على الأقدام أو بالسيارة أو بالدراجة النارية، تسلق المرتفعات والصخور أو التقاط الصور والفيديوهات، كل هذا في كفة، والتخييم في كفة أخرى يعتبر من أفضل المغامرات التي ذكراها تبقى راسخة في الأذهان، يقوي رابطة الصداقة وينمي فيك حب العمل الجماعي. يبدأ تخييمنا بقرار جماعي، نتفق على الوجهة ونختار المكان المناسب ويوم وساعة الانطلاق وعدد أيام التخييم. استعدادا للرحلة، كل منا يجهز عدته، أولها الخيمة وعدة النوم، تليها المؤونة، وتكلفتها تتقاسمها المجموعة. عند وصولنا لمكان التخييم نبدأ بنصب الخيام، ثم كل واحد منا يعرف مهامه المعتادة، أحدنا يجلب الحطب والآخر يشعل النار والطباخ يحضر للأكل وآخر يجلب المياه وآخر يوثق الرحلة، وهناك دائما الذي يأمر ولا يفعل شيئا، تسمع صوته ولا ترى فعله. انتصاب المائدة واستواء الأكل لحظة يترقبها الجميع بشغف، فهي مؤشر وأذان لوقت الراحة. يجلس الأصدقاء حول طاولة الأكل وعيونهم مركزة على يد الطباخ الذي يوزع بها الطعام. في هذه الأثناء تتوقف عقارب الساعة، وكل ثانية تمر كأنها دقيقة، ما إن يضع الطباخ الحصة الأولى من الطعام في الصحن تتداعى الملاعق لاقتناسها أولا، لا وقت ليبرد الأكل، فالمعدة كفيلة بتبريده. فهذه اللحظة المفضلة التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر. طيب ما أم ليه نقص منه زوز دواني برك يا نكره النقص زوز طرف الحم الحم هبري بني تاعت الوز. تمتلئ البطون بالطعام وتدفئ الأجساد بحرارة النار، ويبدأ السمر بالحكايات والأحجيات واليوميات، ففي جلسة الشاي تخوض ألسنتنا في كل المجالات، كأنك في سوق عكاظ أو في مجلة متلفزة تخوض في عدة مجالات، والفاصل الإعلاني هنا الضحكات والقهقهات التي تستميلك أكثر، تصنع لك ذكريات تربطها بالمكان لكي تتغلب بها على صعوبة الحياة وتحكى للأحفاد.